السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد حصتكم حسوا بينا. اليوم نزلنا زنقة ميخي باب الجزائر بالبوليده باش نشوفوا معاناة ومأساة هذا السكان. تبعونا. حنا زعما سونتر فيل ومنا ما كان والو صاحبي، شوف فيه عايشين. عايشين ماشي عايشين، حنا رانا ميتين وحنا عايشين. عدنا ربي سبحانه، حنا شادين في ربي خويا. والشعب انا نخدمو ولا نخدم لي طريق واش ندير بيه؟ انا نرقد في الطريق، ماشي نرقد في الطريق يا خويا، نحوس نرقد مع دارنا نبلي تاعي يا خويا. انا ما نجي في عمري 30 سنه ما نجي مزوج. حنايا لازم يعطونا السكنه، ما نقدرش انايا نقرا، اللي طاح علينا دائما التراب وجوز علينا عطبه ويكونوا ناخذين. لازم يعطونا السكنه. يا ديش من الله ما يريش من البلديه خويا، اسمع على هذوك راهم يخدموا غير باش يجوا ليك لهنايا. هذوك يخدموا، هذوك يحوسوا على الرشوه خويا، بالتالي هذوك يحوسوا على الرشوه. وراني نطيب، ها وراني نطيب. شوف ميزيرية، شوف القرعة وراهم، ما عنديش حتى كوزينة، ما كاش. شوف معني دايما نغسلهم على جال طوبات بزاف عندنا. وين تزغد وين تواسي؟ شوف ها وين ندير حتى غازو في المكاش، كيف قرعت هاي غاز الميزيرية. شوف كيفاش انا عايشين، شوف كيفاش انا عايشين. هنا هنا 11 نجار كاع كاري، ما كاش كاع اللي سال. والدار فيها الوحده فيها مينيموم تصير فيهم 5-6 عباد. عندنا تواليت كوليكتيف تالي فيهم، جديد فيهم ماشي تالي فيهم، دوسي اللي دايرو من 95. واش نقول لك كيما انا عايشين؟ ماغري كاع واش نحكي لك، وكاع واش نقول لك؟ راك تشوف بعينك، شوف بعينك شيعتنا ساكنين في البليده. حنايا شيعتنا في السونتر هذي، شفت الصوره التصاور اللي درتوهم؟ طاح الشتا، طاح عليا سطح في الصغير. لي من تشكي؟ ما عندنا حتى واحد نشكو له، عندنا ربي سبحانه حبيبي. مسؤولين هذوما ما درنا والو، قتلونا بالوعود غدوه السنة من الجايه ام جايين، هذه ما درنا والو. عندي طفل صغير، عندي طفله اللي ديتها لنسيبتي، نزيد هذا اللي حنزيد نديه ريسكي بولادي خويا. وفي احنا كيما رانا نقول عائله واحده، بصح نحجبوا من بعضنا بعض. المراه اذا تبدل انا نخرج، والا انا نبدل المراه تخرج، ونرقدوا بالدار اخويا. انا وليت صار للربعة تاع الصباح ما ندخلش على غير يرقدوا هما باش تلحق دالتي انا تاع الرقده، على يروحوا مع 8 يقراوا بالك انا ثم ونريكيبيري شويه. شوف قشي تاع الصيف وراه تاع الشتاء ونديرو هنايا. شوف تاع الشتاء نهبط تاع الشتاء هاك تشوف، ونطلع تاع الصيف، وكي يكون الشتاء الصيف نعاود نهبط هذوك نديرهم هنا وهذوك نديرهم ليك. الله غالب. شوف كيفاش انا في الميزيرية اللي انا عايشين فيها هكذا. هاي اللي ذاك الحي ثاني حيلي بنت تما هاولي هاي الوقت. شوفوا لا عاد تروح مري فيه المبشي يقول لك معايا. هذه هي السونتر فيل تاع بليده، هنا انا عايشين في السونتر فيل تاع بليده. هنا الدوسي تالي عنده 20 سنه تاع سكنه. الناس اروح شوف اسمع قهورين. شوف هنا فيها خمسه. شوف الشتا والقطره والطوانب حشك الزيكو، بيت الراحه دايرين ليها لاشن. تي جبتها مولا 3 سنين، رفع عمرها 30 سنة، عندها زريريات ترقد معايا مغبونة، هي مغبونة ولادها مغبونين. ماما يقول لها ديري لنا كوزينة، نقول لها وين ندير لكم كوزينة؟ ما عنديش وين ندير لكم كوزينة. ماما ديري لنا بيرو باش نقرا، وين ندير لهم بيرو؟ ضلنا قريب التريب، وانا حنا انا كي كورقنا كي نكون نقرا ونحط ادواتي فوق الميدا كاع طبوب ياكلوهم، نقعد خايفة يجوا تعرف كاش طب. انايا كاين انايا ومولا بيتي وخمس اولاد في البيت هنا. هنايا الشومبرا هذه هي دار ولاد. هذه داري راني من 97، لا من 95. وليدي الكبير زايد في 97، عنده دوكا 22 عام، ترباو لي كامل في بيت وحده. دوكا راني نبعثهم عند خياتي باش يرقدوا خاطر ما كاش لي سباس. عندي طفله عاتق عندها 18 باش تبدل حوايجها لازم خوها يخرج، وباش يبدل خوها لازم باباها يخرج. عايشين بداله، نرقدوا بداله ونوضوا بداله.
راني مريضة بالحساسية. كي نوض الصباح نوض نعطس من الميديتي. حنا نوكلوا ربي وحنا نتمناو حاجة ما يغسروش فينا حنايا، يغسروا في الملائكة هذوما. وليدي ووليدك ووليد الناس ووليد هذا ووليد هذا ووليد هذا. حنا بحار علينا يشوفوا هذو الملائكة اللي راهم جايين. حتىش إذا في ترابت هذه ما يجيش غدوة ما غدوة يجي يقول لي قضاء وقدر والله غالب ونحن نعطيه لك. حتىش إذا طاحت وتوفالي بعيد الشر على ولادي ولا ولاد واحد أخرين ما نسحقش السكنة أنا أخويا. صح ما نسحقهاش. نحب أنا ولادي يعيشوا مهنيين. هذا هو الصح. نضغطش بالكوفير نضغطها بالكوات. طنبات خافي طنبات في الليل. طنبات كلاو لقا حوايجي قلتي لي مقلي. ماذا بينا يعطونا نقول لهم يعطونا السكنة يفرجوا علينا وربي يفرج علينا. المطلب نشوفوا المسائل ماذا بهم يشوفوا فينا ويحسوا بينا ويشوفوا الحالة اللي رانا فيها وبزاف علينا خاطر رانا مغبونين ولادنا مرضى بزاف الضيق. هم حسوا بينا شوية وشوفوا في وليداتنا ورانا ماذا بينا احنا رانا تزيريين. حسوا بينا شوية انا ضايعين اعطونا سكنة برك هذا وش انا حابين. احنا هذه بلادنا وهذا حقنا مطلبنا منكم والو ما قلنا لكم اعطونا رفهون ما قلنا لكم والو اعطونا سكنة برك نتسعوا شوية مشي تعطونا السكنة احنا ترفوا بها احنا نتسعوا شوية مشي كل واحد راح يولي لاباس بها والو احنا نتسعوا غير شوية هذا وش نطلبوا منها. احنا عيبات حسوا بينا كما شفتوا معنا كانت هذه معاناة مأساة ومطالب مواطنين زنقة ميخي باب زاير بالبوليدة. انتم تاني شاركونا بتعليقاتكم في هذا الموضوع. سلام. لمزيد من الأخبار تابعونا على